هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور لذوات الأرواح؟ حرام، يأثم على هذا. صلاته صحيحة لكن يأثم بحمل الصور في الصلاة. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول: ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم وفيه صور كصور الفراشات والحيوانات؟ صرف من تباغيه أعطه غيرك، صرف من تباغيه أعطه غيرك. العملة من قديم وهي حطب صور الملوك وصور السلاطين، وإن كان هذا ما هو جائز لكن ينتفع بالذهب ويقتنى لأجل الحاجة إليه. أنت ما قصدك الصورة، قصدك الذهب والنقود. الدراهم اللي معكم الآن ورقية فيها صورة الملك ولا لا؟ اجمعوها، اجل خلوها عنده. نعم.